الفيوم اللي بتستقبل أول فرع من الشبكة القومية لخدمة الأشخاص من أصحاب الهمم، أهالينا أصحاب الهمم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة التضامن. معنا على التليفون دكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم. يا بختنا يا دكتور نكلمك يعني مرتين خلال 48 ساعة. وأنا كمان والله يا فندم محظوظ بهذه المكالمة. ربنا يخليك يا دكتور. الفيوم بتستقبل لأول مرة فرع الشبكة القومية لخدمة الأشخاص من أصحاب الهمم. أولاً إيه نوع الخدمات اللي هتتقدم؟ ويا ترى هيبقى في عندنا أكتر من فرع خلال الفترة القادمة، والخطة بتاعتها هتبقى عاملة إزاي؟ طيب النهاردة كان في زيارة هامة جداً لمعالي وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ومن خلال هذه الزيارة دشنا المنصة الإلكترونية لتشغيل أصحاب ذوي الهمم. احنا هنا فكرة الرقمنة والتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا يعني هو معمول في الآخر عشان يسهل على كل المواطنين، وبالذات يعني أبنائنا وبناتنا وإخواتنا من ذوي الهمم يلاقوا الخدمات قريبة منهم. هي دي فكرة التكنولوجيا لما تقرب المسافات. المنصة معنية بأن الشركات هتبتدي تنشر وظائفها بشكل واضح على هذه المنصة. راغبي الوظائف من ذوي الهمم هيبتدوا يعملوا ابلكيشن. السيستم لوحده او المنصة لوحدها بتبتدي تعمل توافق ما بين السي في اللي تعمل له رفع على المنصة مع الوظائف، وتبتدي تحصر متقدم الوظيفة بالوظائف المتاحة، وتحصر الشركات ان في ناس ممكن يبتدوا يعملوا لهم مقابلات او يعملوا لهم الاختبارات اللازمة. بتسهل الموضوع من غير ما يبقى فيه تحرك ولا يحتاج ان الواحد يقدم ورق في حته. هي منصه رقميه بالكامل ومرقمنه بالكامل، وابتدت الشركات يعني تتفاعل مع ده، والنهارده اطلاقها، واحنا هنبتدي نعمل لها يعني ترويج ودعايه كبيره جدا مع كل المؤسسات المجتمع المدني اللي موجوده، لان برضو وزاره التضامن لها دور كبير في هذه المنصه. نتفاعل مع كل الجهات الموجوده في المحافظه، زي كانت مؤسسات مجتمع مدني، المجلس القومي للمرأه، كل الحاجات اللي ليها وجود وتواجد على المستوى الميداني عشان ننشر هذا الفكر، ويبتدي اهالينا من ذوي الهمم يبتدوا يقدموا على هذه المنصه، ونحفز برضو الشركات والمصانع والجهات اللي موجوده في المحافظه انها تبتدي تعرض وظائفها بشكل يعني في وضوح وشفافيه. برضو كان معانا القوى العامله النهارده علشان يبقى في رقابه على الوظائف اللي بتعرض والوظائف اللي بيتم عملها وعرضها على هذه المنصه. الموضوع فيه يعني استخدام عالي للتكنولوجيا وتسهيل عمليه وصول صاحب العمل لسوق العمل من ابنائنا وبناتنا ذوي الهمم. يعني في المنصه بالكامل، وتم اطلاقها النهارده من الفيوم، واحنا الفتره اللي جايه ان شاء الله هنشتغل شغل بقى يعني كثيف جدا على المستوى يعني القاعد يعني في كل الاماكن في كل المراكز مع كل الجهات اللي لها تاثير على المجتمع يعني. طيب يبقى اولا كده اللي انا فهمته ان المنصه هتبدا تربط ما بين اصحاب العمل والفرص مع الناس اللي تقدر تشتغل. بالظبط. حلو قوي. طيب الحاجه الثانيه، ليه الفيوم هي اول مكان تطلق منه هذه المنصه؟ يعني يا بختكم طبعا. يعني جرى العرف كده ان الفيوم دايما بتستضيف العديد من المبادرات اللي بتقوم بها الوزارات. يعني احنا الحمد لله يعني حاجه ايجابيه ان احنا يعني فرص يعني لاهالينا هنا. طبعا احنا عارفين ان الفيوم فيها تحديات اقتصاديه كثيره، تحديات اجتماعيه كثيره. التدخلات دي لما بتاخد الاهتمام الوزاري والاهتمام مجلس الوزراء والاهتمام الرئاسي بهذه المشروعات بتلاقي صدى ايجابي عند المواطنين، وتبتدي تلاقي المردود الايجابي على المجتمع. فاحنا دايما بنبقى حريصين ان احنا نستقطب المبادرات في بداياتها عشان ناخد يعني ناخد الوقت الاطول، ويعني حدث البدايه بيبقى دايما ايجابي معانا يعني. طبعا طبعا ايجابي جدا معانا دي حقيقه. طبعا انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، شكرا جدا على المداخله.